من أهم المميزات في الآيفون إن ممكن التليفون يعدي عليه مدة لكن ما تحتاجش تحدثه. هل ده ينطبق على الآيفون 10 أو X؟ هل هو اختيار كويس في 2020 أو 2021؟ هحكي عن تجربتي معاه وهنبدأ حالا. ولو أنت أول مرة تشرفنا في القناة، لما تشوف الفيديو لو عجبك اشترك في القناة علشان تدعمونا، وفعلوا الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا أول بأول. آيفون 10 تم إطلاقه في 2017، يعني من حوالي 3 سنين، وكان بداية عصر جديد للآيفون. تم التخلي فيه عن الهوم بوتن والتاتش آي دي، وبدأ التوجه للشاشة اللي بتملى كل التليفون مع إضافة الفيس آي دي أو بصمة الوجه اللي موجودة في النوتش. التليفون حقق مبيعات كبيرة لأبل مع تحفظ بعض الناس، لأنهم كانوا محتاجين يتعلموا طرق التحكم الجديدة في الآيفون من الجستشرز. أنا رجعت أستخدم التليفون تاني وبقالي أسبوع بستخدمه علشان أعرف أقول رأيي فيه بعد 3 سنين من إصداره، وهل لو حد حابب يشتريه ده اختيار موفق ولا غير موفق؟ هتكلم الأول عن الحاجات اللي عجبتني في التليفون وخلتني أحس إن هو مواكب العصر. تصميم التليفون متماشي بشكل كبير مع تليفونات السنة دي، بالذات الآيفون. شاشة كاملة، حواف قليلة، ظهر من الزجاج، وحجم صغير. هو مازال شكله شيك ومازال محتفظ برونقه، وبالتالي مش هتحس انك شايل تليفون اوت ديتد او موديل قديم. بالعكس هو مواكب للعصر، وكمان بكاميرتين في الخلف، يعني من حيث التصميم هو مناسب جدا وهتحبه جدا، الى جانب حجمه الصغير اللي ممكن يدخل في جيبك بكل سهولة. رغم ان حجم الشاشة ده بيساوي تقريبا حجم شاشة الايفون 8 بلس، لكن حجم الايفون 10 كله كتليفون طبعا اصغر بكتير. استخدام التليفون من حيث الأداء والاستخدام اليومي ما يفرقش حاجة عن أول يوم التليفون نزل فيه، ودي من مميزات الاي او اس. يعني ما واجهتنيش مشكلة في بطء أو تهنيج أو أي حاجة من الكلام ده. تليفونات أبل معمرة، وموضوع الأداء مش بيتغير مع الوقت بشكل كبير. إمتى تلاحظ فرق في الأداء؟ في الألعاب، وهنتكلم على ده كمان شوية. لكن فتح أبليكيشنز وعمل مكالمات والتنقل ما بين كل ده ما فيهوش أي مشكلة خالص، وهيديك الاستجابة اللي أنت متوقعها من آيفون. حاجة جميلة جدا انك تبقى ماسك تليفون من 2017 لكن عليه السوفت وير اللي نزل في 2020. وجود iOS 14 على التليفون من الحاجات اللي خلت تجربتي كويسة جدا معاه. مش حاسس اني ماسك تليفون قديم، وسياسة ابل في تحديث التليفونات بتعجبني. يعني لما تليفون زي الايفون 6S اللي نازل في 2015 يجيله تحديث iOS 14 وهو اخر تحديث له، فده معناه ان ايفون 10 هو كمان قدامه لسه سنتين في التحديث، يعني iOS 15 وكمان iOS 16. اكيد ده هيأثر على الاداء، لكن هتفضل فكرة انك شايل احدث سوفت وير دي حاجة كويسة جدا. الاضافات الجديدة في iOS 14 من الويدجتس وإمكانية تغيير شكل التطبيقات وعمل كاستمايزيشن للهوم سكرين حاجة حلوة فعلا، وبتخليك تعيد اكتشاف التليفون اللي كان نازل بآي او اس 11. أكيد هيخليك تحس إنك ماسك تليفون موديل السنة. الفيس اي دي كمان من المميزات الجديدة اللي موجودة في الايفون، واللي بتخليك تفتح تليفونك بكل سهولة، تحمل تطبيقاتك، تستخدم باسورداتك. ووجودها في التليفون ده مع ادائها ده من المميزات الكبيرة. ما قابلنيش معاها اي مشكلة معظم الوقت، سريعة الاستجابة وفي نفس الوقت سيكيور وامان جدا. كمان التليفون ده شاشته 5.8 بوصة OLED، وده كان اول تعاون بين ابل وسامسونج في الشاشة OLED، واللي بتخليك مستمتع وانت بتتفرج على فيديوهات على اليوتيوب او افلام. لان زي ما كلنا عارفين ان في فرق كبير جدا في اداء الشاشة OLED مقارنة بالشاشة LCD العادية، ودي من الحاجات اللي هتخليك مبسوط من التليفون. بالنسبة للكاميرا مش هقدر اقول فيها مميزات كتير، لكن يكفي ان فيها البورتري مود وبتقدر تصور بيه مجموعة صور كويسة. حتى الصور العادية في ضوء الشمس مش بطالة مع وجود امكانيات جديدة زي الفلاتر وامكانيات في البورتري، فهتحس ان اداء الكاميرا كويس على تليفون نازل في 2017.
هنيجي بقى للحاجات اللي حسستني ان التليفون ده فعلا قديم. معظم المميزات اللي اتكلمنا عنها بتحوي في داخلها عيوب، وفعلا الحلو ما يكملش. خلينا نتكلم عن اول حاجة واجهتني في التليفون ده. زي ما قلنا ان الاداء في الاستخدام اليومي كويس وبيستجيب. خلينا نقول ان اداؤه في الالعاب الكبيرة كان متواضع شوية. الوقت اللي بتاخده اللعب علشان تفتح اطول حبتين، خصوصا ان الالعاب بيتم تحديثها طول الوقت بما يتناسب مع الهاردوير الموجود حاليا، لكن هاردوير التليفون نفسه ثابت. لعبة زي اسفلت وانا بلعبها كان بيحصل سنة لاج بتخليك متضايق شوية وانت بتلعب، لكن لو العابك عادية ما فيهاش جرافيكس عالية فانت في السليم. فلو هتختار التليفون ده علشان تلعب عليه لعب تقيلة فيؤسفني اقولك انه مش هيسد معاك قوي. في مشكلة كمان في المساحة الداخلية. التليفون ده لما نزل كان نزل بمساحة داخلية 64 جيجا و256 جيجا، مفيش ما بينهم اي اوبشنز تانية، وده شيء بيضايقني في ابل. يعني علشان تجيب التليفون ده بمساحة 64 جيجا في 2021 اختيار مش كويس، هتواجه مشكلة في وقت قليل لان الصور والفيديوهات بتاخد مساحة كبيرة، وكمان التطبيقات مساحتها بتكبر سنة ورا سنة، فمش هيكون قدامك الا انك تجيب ال256 جيجا، وهتلاقي نفسك داخل في فئة سعرية اعلى وفي تليفون فات عليه 3 سنين، فدي مشكلة هتواجهك. كمان البطارية ممكن ما تسدش معاك طول اليوم. انت اكيد لو هتجيب التليفون ده فهتجيبه مستعمل لان مفيش منه جديد، فلو لقيت بطارية حالتها حاجة و80% فده هيكون كويس، لكن الرقم ده مش هيخلي التليفون يستحمل معاك يوم كامل، وهتلاقي نفسك ماشي بالشاحن بتاعه اللي بالمناسبة هو 5 واط بس، يعني شاحن بطيء جدا، وده بالنسبة للشاحن اللي بيجي مع التليفون، لكن هو طبعا بيدعم الشحن السريع حتى 15 واط، لكن في الحالة دي هتحتاج تجيب بلاك شاحن خارجية او شاحن لاسلكي. اتكلمنا عن الشاشة، وعلى قد ما قلنا انها حلوة وجميلة في الفيديوهات على قد ما هي صغيرة في 2021. في الوقت اللي التليفون ده نزل فيه ده كان اكبر شاشة للايفون موجودة وما كانش فيه اكبر من كده، لكن دلوقتي الايفون عندك منه احجام 6.1 6.5 وكمان 6.7، فللأسف الحجم ده انا حسيته صغير قوي، وكنت حاسس ان كل حاجة صغيرة. الفيو اريا كمان بتاعت البرامج كانت صغيرة، الكيبورد صغيرة، فكنت حاسس كما لو ان حد مكتفني. والنقطة دي متوقفة على التليفون اللي انت هتعمل ابجريد منه، يعني لو بتنقل من ايفون 6S مثلا او قبل كده فهتحس العكس، لان انت كده بتنقل من شاشة 4.7 لشاشة 5.8، وده فرق كبير. الكاميرات من اكتر الحاجات المهمة في التليفونات دلوقتي، وانا حسيت الكاميرا بتاعته outdated شوية. يعني معالجة الصور في الايفون 10 مختلف تماما عن الاجيال اللي بعد كده زي الايفون 11 او 12. الصور مش بطالة لكن مش مواكبة لجودة الصور اللي بتطلع من التليفونات دلوقتي، واكبر عيب بقى هو ان مفهوش نايت مود، واللي اصبح خاصية مهمة جدا في 2020 و2021. برضو التليفون ده مفهوش الترا وايد لينس، وبرضو العدسة الالترا وايد دي بقت من الحاجات المهمة، يمكن مش بتستخدمها كل يوم لكن بيجي وقت تبقى انت محتاج تلقط المشهد كله اللي قدامك، فالكاميرا من الحاجة اللي احبطتني شوية في التليفون ده. في النهاية انك تنقل للايفون 10 مش هتكون فكرة سيئة، خصوصا لو انت بتحب تشيل ايفون، وزي ما كلنا عارفين ان اسعار الايفون الجديد بقت غالية جدا، فانا بقولك جو اون، التليفون مش وحش لكن ما تتوقعش منه حاجات كتير في 2021. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وياريت لايك علشان ده بيدعم القناة جدا، وشكرا ليكم ونتقابل في حلقة جاية بإذن الله.